مشاهدينا، ندخل في فقرة أخرى من الفقرات اللي دائما نقول أنه نستزيد من الثقافة العامة في هذه الوقفة. في فقرة ثقف نفسك اليوم راح نتناول مسألة كلش مهمة، أن نحافظ بها على صحتنا البدنية ونحافظ بها أيضا على صحتنا النفسية، ألا وهي فوائد المشي. للمشي أنه أبعاد كثيرة، ثمار عديدة أنه مختلفة طبعا تضفي على الإنسان، وبالتالي أنه يلمس هذه الثمار. بداية مشاهدينا، من الفوائد التي تكون هي للمشي لصحة الإنسان، بداية يحسن القلب والأوعية الدموية. المشي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية. وأيضا لفوائد المشي، أنه يساعد على التحكم في الوزن. المشي يساعد على حرق السعرات الحرارية وتحسين الأيض، مما يساعد على التحكم في الوزن. إضافة إلى أنه يحسن المزاج، المشي يساعد على إفراز الهرمونات التي تحسن المزاج وتخفف من التوتر والقلق. نعم أحسنتي، كذلك يحسن العظام والعضلات، فبالمشي نستطيع مساعدة عضلاتنا على تقويتها وكذلك العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل. كذلك يحسن الهضم، المشي يساعد على تحسين عملية الهضم ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك. أيضا يحسن الجهاز التنفسي، فالمشي يساعد على تحسين الجهاز التنفسي وزيادة الأكسجين في الدم. وأخيرا لتحسين الذاكرة والتركيز، يساعد المشي على تحسين الذاكرة والتركيز ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر. نعم. إذن كثير من الأمور اللي ممكن أنه تنفع بها مسألة المشي، كذلك بما ناقشناه يوم أمس مع الدكتورة صبا في مرض السكر، قد أنه من أولويات مريض السكر أنه يمشي، وهي أفضل رياضة له. صحيح ليلى، اليوم إحنا يمكن الأطباء الأختصاص هم أعلم بهاي المسألة. اليوم المريض من يروح يعاني من مشاكل معينة، حتى أمراض الكلى، يمكن أنه يستغرب المريض أنه شنو علاقة المشي بها، لكن ينصح أنه أطباء الكلى أقل ما يكون الإنسان يمارس التمارين الرياضية وعلى رأسها المشي مدة أنه نصف ساعة، ما يقارب 30 دقيقة. وأيضا بعض من الأمراض، يعني هيك عن مسألة أنه البدانة، وأيضا أخذنا أنه التوتر والقلق، يعني الإنسان اللي يعاني قد يكون من مشاكل نفسية، من كآبة لا سامح الله، وهاي الأمور خصوصا على هذا الهواء الطلق الجميل يعني. وبالتحديد يعني بين انه الخضار، خلينا نقول الزهور، الاشجار، كلها تعطي طاقه ايجابيه للانسان. نعم صحيح. فحتما تكون هناك مردودات ايجابيه على صحتنا. نعم احسنتي. نعم. لكن قد يتساءل البعض انه اذا احنا ما نقدر، او اذا يعني جونا او محيطنا او شوارعنا، نكون صريحين بهذا الموضوع، يعني بعض الشوارع ما تساعد على انه نتمشى، لكن اكو اماكن مخصصه يعني بكل محافظه موجوده. اكو اماكن مخصصه ولذوي الدخل المحدود او المنخفض جدا اللي ما يقدرون حتى يوصلون هذه الاماكن، نصعب عليهم، ممكن انه بمكانهم يراوحون، ممكن بمساله انه كانما انا دا امارس تمارين رياضيه، او ياخذ مثلا اذا امكانيته تسمح يشتري جهاز خاص للمشي في المنزل. نعم. خصوصا للنساء اللي يتحرجون المشي مثلا لفترات طويله بالشوارع، او عندهم في التزامات معينه، تقدر انه في داخل بيتها تمارس التمارين الرياضيه. صح. المهم انه احنا نكون حريصين على انه نكسب نشاط وصحه بالوقت نفسه، احنا نقدر حتى انه لما تكون صحتنا جيده نسعد عوائلنا، وايضا نعكس هذا الروح الايجابيه والطاقه لهم. احسنت. نعم. كثيرا ليلى. اذا مشاهدينا، طبعا مثل ما ذكرت ليلى امر كلش مهم، انه حتى وان كنا الحمد لله نتمتع بصحه جيده، خلي تكون هي عاده من عادات عفوا الناجحين، هي ممارسه التمارين الرياضيه، فصحتنا هي دائما اولا قبل كل شيء.